والست والسلام. هي الطفلة والصديقة والزوجة ومنبع الأمان. هي مش أي حاجة، عشان هي كل حاجة. مركز حواء الطبي ومستشفى الدكتور فهمي لعلاج تأخر الإنجاب بيدي الأمل لكل حواء نفسها تبقى أم، لأنه مجهز بأحدث الأجهزة المتقدمة للحقن المجهري والتلقيح الصناعي، سونار ثلاثي ورباعي الأبعاد. في مركز حواء الطبي أعلى نسبة نجاح لأطفال الأنابيب، وأحدث أجهزة الليزر لاختيار نوع الجنين وجراحات التجميل والبشرة. في مركز حواء الطبي خبرات عالمية من أطباء واستشاريون النساء والتوليد وأطفال الأنابيب. طوارئ 24 ساعة وعيادات يومية. أفضل الخدمات الطبية ووحدة عمليات جراحية على أعلى مستوى، مع الإقامة الفندقية الفاخرة بمستشفى الدكتور فهمي. مركز حواء يجمع الخبرة والتميز ودقة الأداء. فهمي أحمد رمضان، استشاري التوليد والمناظير والحقن المجهري، متخصص الحقن المجهري ديرماس برمنغهام إنجلترا، متخصص طب النساء التجميلي، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة. هنتكلم النهاردة عن نقطة مهمة قوي بالنسبة لنا، اللي هو موضوع وزن العيانة اللي هي جاية تدور على حدوث حمل، سيان مع بداية جوازها أو سيان مع بعد فترة من جوازها وما حصلش حمل معها. احنا بس بنقولها كلمة في ودنها كده، إن زيادة الوزن مرتبطة بنسبة في تأخر الحمل. هتقولي أنا ليه بنت خالتي بنت عمتي وكانت بقلوزة وكانت كبيرة وكانت سمينة وحبلت. ماشي، بس الأحصائيات بتقول إن إحنا بالنسبة لنا كل ما زاد الوزن كل ما بقى فيه عدم انتظام في تبويض، ممكن يكون فيه عدم بويضات جيدة، ممكن يكون فيه نسبة إرضعات أعلى، ممكن يكون فيه نسبة ولادة مبكرة أكتر. دي كلها مشاكل بترتبط مع زيادة الوزن، بما فيها طبعا نسبة وجود سكر بيبقى اعلى في الحمل او غير الحمل، وجود ضغط عالي وارد بالنسبة لنا. ده كله نقط مهمة جدا محتاجين احنا نوضحها ونفهمها لاي سيدة وزنها زايد. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا هنعيشها صح، ومعانا دكتور فهمي احمد رمضان استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري والمناظير. اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، نورتنا. الله يحفظك. الله يحفظك سيدي. كنا عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور، ايه الطرق المساعده للحمل وامتى نلجا لها؟ احنا بطبيعه الحال مع بداية الجواز بنسيب فترة، الفترة دي بتتراوح ممكن سنة ممكن أقل ممكن أكتر، تمام، بين الزوج والزوجة، والفترة المسموح بها نحن نسيبها متوقفة برضو على عمر الزوجة. كل ما يكون العمر بتاع الزوجة صغيرة في السن، تمام، عشرينات، يبقى عندنا وقت، ما عندناش استعجال في حاجة. كل ما السن يعني هيخش على الثلاثينات يقرب من الخمسة وثلاثين يقرب على الأربعين، كل ما تبقى الدنيا أسرع شوية. فبعد ما نسيب الفترة المسموحة ان يحصل فيها حمل بشكل تلقائي، وبتبلغ حوالي 80% من اول سنة، يعني زوج وزوجة سنهم عشرينات تلاتينات قبل تلاتينات، يعني بقالهم سنة متجوزين، اتوقع 80% منهم يحصل لهم حمل تلقائي. طيب انت ما يحتاجوش حاجة ممكن اسيبه، بس مجرد ان ابقى مطمن عليهم، ان انا بالنسبة للزوجة اعرف اني اتأكد تبويض كويس، انا بيب سالكة، رحم ما عندناش مشاكل فيه، فبندي فترة سماح مع بعد ما نعرف ان تحليل السائل المنوي للزوج مقبول او كويس. يعني يبدأوا بعد كم شهر يعملوا التشيك؟ يعني لو زوج وزوجة بعد مثلا مرور سنتين هم في العشرينات، لا نبدا نلجا لطرق مساعده. نلجا صغيره ووقت سنتين كتير، مش قليل. نلجا لطرق مساعده 30 35 وعدى سي 6 شهور،
لا نلجأ لطرق مساعدة عشان السن ده عند بقى الأربعينات أو قبل الأربعين. لا ده احنا يوم الصباحية بنسلم عليهم نقول لهم ايه تعالوا نساعدكم أحسن عند الأربعينات يعني تمام. يعني قبل الأربعين وعلى الأربعين يبقى نبدأ يبقى الإلحاح في المساعدة أكتر شوية يعني كل ما السن كل يزيد كل ما نبدأ ان احنا نقلق أكتر. نبدأ نكمل فحوصاتنا كويسة ندي الطقم الكافي بالنسبة لهم. الطقم الكافي ده عدى زي ما احنا قلنا سنة بالنسبة للعشرينات ثلاثينات ممكن يبقى ست شهور قبل الاربعينات ممكن شهر اتنين ونبدأ ان احنا يبدأوا يدوروا على حاجة نبدأ مساعدة نبدأ نساعدهم ما نضيعش وقت معهم. طيب احنا عايزين نعرف طيب ايه هي الطرق بقى المساعدة يعني بعد ما نطمن ان الزوجة كويسة تبويض انابيب رحم والزوج تحليل سائل منوي كعدد كحركة واشكال عادية في خلال الطبيعي تمام وخدوا التايم الكافي بتاعهم نبدأ ان احنا بقى نساعد. هنساعد بحاجة من الاثنين يا اما طريقة بسيطة اللي هي التلقيح الصناعي وهي دي بتبقى كل حاجة في مكانها. يعني ايه كل حاجة في مكانها؟ يعني الزوجة بنشط تبويض والتبويض ده موجود داخل تجويف الحوض بتاعها ما خدناش حاجة برة تمام معايا. السائل المنوي بتاع الزوج بنبدأ ان احنا ناخده نحضره في المعمل ويبدأ يتحقن في الزوجة كطرق مساعدة كطريقة مساعدة. دي التلقيح الصناعي دي طريقة بسيطة تكلفتها قليلة نتائجها قليلة. دي بيبدأوا بيها الأول يجربوا مثلا مش لكل الناس رقم واحد مش لكل الناس مش لكل الناس. أنا عندي سائل منوي ضارب ملوش فمش هتنفع معاه ملوش لازم أضيع وقت ما بلجأ لهاش معايا. فالتلقيح الصناعي من الطرق البسيطة اللي هي برضو تكلفتها قليلة ونتائجها قليلة. يعني لما أعمل تلقيح صناعي برضو بنبه على الزوج والزوجة أن أنا نتائج حوالي 10-15% نسبة نجاح أعلى من نسبة الحمل العادية مش أكتر من كده والله معايا. يبقى أنا بتكلم في نسبة قليلة في منوفر بسيط أو طريقة بسيطة وتكاليف بسيطة برضو وتكلفة بسيطة ونتائج برضو بسيطة. النتائج دي مش بإيدينا وبرضو حسب ما يعني ما الإحصائيات بتقول والله الطريقة دي بيجيب نتائج قد كده. هنقول 10% من 10-15% تقريبا 10-20% مش أكتر. يعني كل عشر بني آدمين زوج وزوجة يعملوا التلقيح الصناعي بتوقع واحد من العشرة واحد ممكن من العشرة. فبالتالي لما أجي أعملها ما بديش عشم قوي دي نسبة ضئيلة جدا ما بديش عشم قوي لزوج وزوجة إن هي ودي برضو دي طريقة كويسة. مع مين بقى؟ لما يكون الزوجة مستوفية الشروط بتاعتها والزوج عنده سائل منوي وقد يكون في مشكلة. إيه الشروط بتاعتها اللي هي مستوفية؟ يعني مثلا لو تحليل سائل منوي قد يكون العدد قليل شوية بحاول عوض قلة العدد قليل شوية مش قليل كتير يعني أنا عندي 15 مليون في الملي ده العادي تمام افرضي هو 10 مليون ده قليل بحاول بقى أساعده بيه افرضي حركة مثلا المفروض 50% نسبة الحركة طيب A و B لو انا الحركه دي بتقل بقت 30 او بقت يعني رينج قليل شويه برضو ال- 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 التلقيح الصناعي بيساعد او بيعوض الضعف بتاع الحركه تمام معايا. فده طرق دي طريقه مساعده بسيطه بلجأ لها في موضوع ما اقدرش اقول تاخر حمل انما يعني لما يعدي طيب يساعد شويه في الحمل يعدي طيب مثلا عند سن ال 40 ممكن نعملها مره ممكن قبل كده نعملها مره مرتين ثلاثه مش فارقه كتير ما هي تكلفها مش كتير تكلفها مش كتير والنتائج برضو بتاعتها محدوده يعني لحد ما كويسه. طيب بنعملها بقى ازاي عشان برضو في ايه بقى الطريقه الطريقه ان بيبقى عادي بنحصل على عينه السائل المنوي بتاعه الزوج كانه بيعمل تحليل سائل منوي عادي تمام. بناخد العينه بتاعته بتخش المعمل بيبدأ يعمل لها عملية تحضير معين تدوير وإضافة مواد مغذية وشيل المواد اللي هي الغير لازمة أو الحاجات المنوية الميتة. ده شغل معمل في جزئيتين جزئية معمل بياخد جزء الأولاني معمل جزء مع التاني. السائل المنوي للزوج التوقيت بيحصل إمتى؟ مع وقت خروج البويضة يبقى أنا قبلها محضر الزوجة بنعمل تنشيط تبويض بالنسبة لها وقت خروج البويضة بندي حقنة تفجيرية قبل 36 ساعة من الميعاد المناسب لينا بقى يعني أنا فاضي وجوزها فاضي ومتفقين على ميعاد مع بعض قبلها ب 36 ساعة بندي الحقنة التفجيرية. وقت الحقنة التفجيرية بتعمل موضوع تحضير السائل المنوي
ويتحقن السائل المنوي عند الزوجه كانه كشف نساء طبيعي بسيط. حاجه بسيطه يعني مانوفر ملوش قلق، بحيث يبقى الزوجه فاهمه ان دي حاجه بسيطه مفيش حاجه مشكله، مش مستدعيه توتر، مش مستدعيه توتر او قلق او حاجه. وبرده بنشرح تاني ان النسبه حوالي 10 15% تقريبا على احسن الحالات. 10 15% بس دي نسبه بسيطه قوي، بسيطه بس ما هو اللي هو نتائجه صفر لما اقول له 10% هتبقى حاجه ملموسه كويسه. وبرضه نبقى المفروض اونست مع العيان، يعني مش هقول له والله ده انت اخر الشهر هجيب لك عيل منين. يبقى برضه يبقى فاهم ان في نسب، صريح شويه معاه. يبقى هو النسب عشان يبقى فاهمها وحافظها، نسبه بسيطه بس ممكن. ايوه طبعا طبعا طبعا. ده بالنسبه للتلقيح الصناعي. الطريقه الثانيه بقى هي الحقن المجهري. الحقن المجهري احيانا بيطلق عليها لفظ اطفال انابيب او حقن مجهري. هما اللفظين هما الاثنين واحد، هما مش واحد، بس احنا يعني خلاص العيان فهم حاجه واحده، واحنا برضو مدلول الجملتين برضو واحد. الفرق بين الاثنين اللي هي اطفال الانابيب او حقن مجهري، الحقن المجهري بستعمل فيه ميكروسكوب، انفيرتد ميكروسكوب، ميكروسكوب الكتروني. بنبدا ناخد السائل المنوي بعد التحضير بتاعه اللي هو برضو في المعمل، اللي هو إضافة بنشيل المواد الزيادة في السائل المنوي، بنشيل نفس الفلويد أو السائل نفسه، بنحصل بس على حياته المنوية بعد برضو ما نضيف لها مواد مغذية أو مواد منشطة. ده بالنسبة للحياة المنوي في المعمل. في طريقة تحضير الحقن المجهري برضو بيكون ساعتها إحنا جاهز بالتبويض. يعني إيه جاهز بالتبويض؟ يعني الست واخدة المنشط بتاعها من تاني يوم الدورة لحد اليوم العاشر بالتقريب، وبرضه واخده الحقنه المفجره، ونبدا نديها تايم وقت توقيت معين. بتيجي المركز بتاع الاي في اف او الحقن المجاري، بحيث يعني ان احنا في نفس الوقت اللي احنا بنجهز الزوج لازم نكون بنجهز الزوج. هما الاثنين بيجوا الصبحيه مع بعض او الوقت اللي احنا بنحدده في نفس اليوم. هي وقت خروج التبويض، هو بحصل على السائل المنوي في نفس التوقيت. السائل المنوي بيخش المعمل، هي السيده بتخش اوضه العمليات امتى؟ قبل خروج البويضات بحوالي ساعه ساعتين، مش فارقه كتير، بحيث يبقى عندي وقت كافي ما اتزنقش معايا. دخلنا اوضه العمليات، هي بالنسبه لها بتاخد، ممكن تاخد مواد مخدره بسيطه، مواد مسكنه ممكن، بحيث ان احنا نبدا نعمل سحب بويضات. سحب بويضات ده يبقى عن طريق تغذير ممكن او عن طريق حاجات مسكنه. تغذير كلي ولا؟ طبعا احنا بالنسبه في مصر بيتعمل بتغذير كلي. دول اوروبيه ودول امريكيه ممكن يدي انالجيزيا بسيطه وري اشورنس للعيانه، ممكن هي تتفاهم القصه وما يبقاش في مشكله. احنا عندنا لا، القصه بيبقى فيها تغذير كلي، فيها تغذير كلي، لان في رعب شويه مع العيانه ومش فاهمه القصه قوي، فبتبقى قلقانه، فبنبدا ادي اعمل تغذير كلي، بتبدا الدنيا انسب ليها شويه. دخلنا اوضه العمليات قبل الميعاد المتوقع لخروج البويضه بحوالي ساعتين، بحيث يبقى عندي وقت. بنبدا نعمل سحب البويضات. سحب البويضات بيتعمل عن طريق جهاز السونار، هو نفس السونار اللي بنستعمله في العياده، هو اللي بنستعمله في اوضه العمليات، ولكن بركب على البروب او على البروب بتاع الجهاز نفسه. بركب عليه ابره معينه ليها رؤيه مع السونار، بحيث ابقى عارف انا رايح فين وجاي منين. بيبقى زي كشف النساء العادي بس بزياده ابره عشان تسحب إبرة البويضه. ابره ليها صفه ان تبان مع السونار، بحيث اعرف اولي من اخري واحنا داخلين. بنخش نسحب البويضات بويضه من المبيض. في نفس التوقيت دايما اوضه العمليات مصممه ان يبقى في فتحه شباك بينها وبين المعمل، ما عنديش مسافات، يبقى احنا لازقين في بعض. المعمل لازق في اوضه العمليات، بحيث التايم بتاع سحب البويضه وانا بديها لدكتور المعمل تايم ما فيش ثواني، وده مهم جدا محسوب، ان البويضه لما تخرج من الجسم ما تقعدش بره كتير على قد ما نقدر. بيحصل ضرر بقى على البويضه لو قعدت بره. ما نحبش ان احنا نتفسح بيها. معايا؟ سحبنا البويضه، بتسحب عن طريق جهاز السونار متركب عليه ابره، دخلنا سحبنا البويضات، بناخد مبيض وبعدين نخلصه كله، وبعدين ناخد المبيض التاني. انبوبه بتروح، كل ما نسحب جزئيه انبوبه تتملي بتروح لدكتور المعمل، يبدا يفحص يقول لي الدنيا عامله ايه. بيقول في نفس الوقت، في نفس التوقيت بيسمعني انا ليه بويضه بويضتين ثلاثه اربعه، لان ممكن لو ما لقاش يبقى في قصه ثانيه وكلام ثاني نقدر نقوله، بس هو لابد ان احنا نتواصل مع بعض دكتور النساء ودكتور المعمل، يبدا يقول له هو لاقي قد ايه وكام واحده. ده مبدئيا كعدد، فده مهم جدا بالنسبه لي. الاعداد بتبقى في يعني كام؟ ما بين كام؟ اعداد كتير، ممكن بيضه بيضتين
ممكن لحد عارفة كرتونة البيض كان بيضة كرتون 24 تقريبا لحد ممكن نلاقي كرتونة بيض أحيانا. طيب نستأذن حضرتك نطلع فاصل ونرجع تاني. حاضر اتفضلي اتفضلي. هل كل السيدات اللي وزنهم زايد محتاجين يعملوا جراحة سمنة؟ لا. عندي نسبة معينة لما أبدأ أقرب ليها لابد من جراحة السمنة. من جراحة السمنة لما يكون عندي معدل كتلة الوزن فوق الـ40 أو بالتقريب يعني واحدة وزنها حوالي يعني 130 140 كيلو طولها حوالي 150 160 دي بالنسبة لنا عندها زيادة مفرطة في الوزن وممكن قوي ان احنا بنبدأ معاها بالدايت بزيادة المجهود او الاكسرسايز والله استجابت خير ما كانش هيبقى فحص السمنة مهمة بالنسبة لنا. نقطة برضو مهمة بعد جراحة السمنة ما نقدرش نقول يحصل حمل على طول، ناخد فترة عقبال ما الالكترولايتس او الاملاح في الجسم تبدأ تتظبط معاها. بالتالي ما بال يعني نقطة اللجوء للجراحة تبقى نقطة أخيرة في الناس السمان قوي، إنما ممكن معدل نقص في الوزن حوالي 10% من الوزن في الحالات اللي هي سمنتها مش عالية قوي ممكن بتجيب تأثير. الست والسلام هي الطفلة والصديقة والزوجة ومنبع الأمان، هي مش أي حاجة عشان هي كل حاجة. مركز حواء الطبي ومستشفى الدكتور فهمي لعلاج تأخر الإنجاب بيدي الأمل لكل حواء نفسها تبقى أم، لأنه مجهز بأحدث الأجهزة المتقدمة للحقن المجهري والتلقيح الصناعي سونار ثلاثي ورباعي الأبعاد. في مركز حواء الطبي أعلى نسبة نجاح لأطفال الأنابيب وأحدث أجهزة الليزر لاختيار نوع الجنين وجراحات التجميل والبشرة. في مركز حواء الطبي خبرات عالمية من أطباء واستشاريون النساء والتوليد وأطفال الأنابيب. طوارئ 24 ساعة وعيادات يومية. أفضل الخدمات الطبية ووحدة عمليات جراحية على أعلى مستوى مع الإقامة الفندقية الفاخرة بمستشفى الدكتور فهمي. مركز حواء يجمع الخبرة والتميز ودقة الأداء. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكملين كلامنا مع دكتور فهمي احمد رمضان. فاحنا قلنا عدد البويضات ليه رينج مختلف، بيضه 2 3 لحد كرتونه واكتر من كرتونه كمان، يعني 24 بيضه واكتر. طبعا كل عدد وليه ظروف معينه وكل عدد ليه حسب مدلول. تنشيط البويضات حسب والعلاج اللي حسب الهرمون سيد. نفسها وحسب الست نفسها وحسب اذا كان في تكيس مبيض او لا، وإذا كان في استجابة مفرطة للتنشيط أو لا. يعني مثلا في واحدة بتبقى بلمس، لمس دي إيه؟ مجرد ما تديها حاجة كده تلاقي الدنيا هاجت عندها، بيت كتير جدا البويضات بقت كتير أوي كتير كتير وطبعا دايما بيبقى من الحاجات الحذرة جدا بنحاول إن احنا نتوقعها ونحاول إن احنا ما نقعش فيها، إن بتبقى مشكلة للدكتور مشكلة للعيان. طب لو البويضات اللي طلعت كتير جدا بناخدها كلها ولا بتاخده مثلا يعني اربع خمس؟ احنا بناخد بعد ما يفرز دكتور المعمل يفرز البويضات الموجوده كلها اللي ويطلع الجيد منها، طبعا طلع الجيد منها طبعًا. ويبدا ان هو يشوف السائل المنوي اللي عنده اخباره ايه ويبدا ان هو يعمل حقن الحيوان المنوي مع البويضه، ونبدا بقى ندي فرصه يوم اثنين ثلاثه حسب ما احنا شايفين نشوف درجه الاخصاب ودرجه تكوين الاجنه وعدد الاجنه الموجوده، واذا كنا هننقل الاجنه في نفس الشهر او ممكن ننقل الشهر اللي بعده بتبقى في متابعه جيده طول الوقت يوم بيومه بقى طبعا يوم بيومه ويبقى على اتصال دكتور معمل اتصال بدكتور النساء وبرده بيبقى مع اتصال بالعيانه بحيث يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي بيديله التفاصيل بالظبط والعيانه الدنيا برده تعرف ايه الدنيا برده ده مرحله بالنسبه للزوج بالنسبه للزوجه والتنشيط ووقت سحب البويضات واللي بيتم جوه المعمل اللي هو موضوع الحقن حيوان منوي مع البويضه. هنا بنسميه بقى حقن عن طريق الميكروسكوب، عشان كده جت كلمه حقن مجهري.
طب في طريقه ثانيه؟ يعني ده سبب تسميه حقن مجهري. اه للتسميه في حقن عن طريق ميكروسكوب. ميكروسكوب ان انا باخد الحيوان المنوي بالعافيه يعني غصب عنه كده، اقطع ديله وامسك راسه عن طريق الميكروسكوب برضو، ونحقن الراس جوه جوه البويضه. عشان كده جت سيره او كلمه حقن مجهري. طب في ثانيه بقى اللي هي المعتاده برضو، بس هي مش منتشره قوي في الدول العربيه عموما، اللي هي الاطفال الانابيب. اطفال الانابيب بيبقى عندي غالبا عندي عدد حيوانات منويه كويس، البويضات معقوله، بناخد حيوانات منويه ونحطها مع البويضه، والحيوان المنوي يعمل تخصيب لوحده. يعني ما بقاش انا جبره ان هو يخش البويضه غصب عنه، لا تبدا البويضه تتخير. ده الاختلاف ما بين الحقن المجهري واطفال الانابيب. يبقى اطفال الانابيب كلمه اللي هي ثلاث في الاول خالص، اطفال انابيب ان بيبدا الحيوان المنوي بيبدا يخصب البويضه بشكل زيتي بينهم بعضهم، انا ما بدخلش بحط حيوانات منويه مع البويضه وتاني يوم بشوف خصبت او لا او القصه ايه. فدي بتحصل لما يكون السائل المنوي بتاع الزوج كويس، عندي عدد بويضات مش فارق بالنسبه لي العدد. فبالتالي بنسيب فرصه اخصاب تلقائي بس برضو خارج الجسم. الطريقتين حقن مجهري واطفال انابيب يبقوا دول خارج الجسم. خارج الجسم خارج الاثنين بره الجسم. الطريقه الاولى اللي هي اللي بستعمل بيها ميكروسكوب يبقى ده بسميه حقن، انا بحقن الحيوان المنوي جوه البويضه. تمام. الطريقه الثانيه بيبقى تلقائي بس برضو اخصاب خارج الجسم، برضه حيوان منوي بتخيب او بويضه بتخيب حيوان منوي ده الاصح يعني، وتبدا انها يبدا نوع الحيوان يخصب بويضه. ده اللي هو اطفال الانابيب. كده كده غالبا اليوم الثالث بنشوف انهي ايه اللي خصب عندنا. ثاني يوم على طول. بدايه من ثاني يوم. بدايه من ثاني يوم. ثاني يوم ثالث يوم بنبدا الدنيا عامله ايه. ممكن نستنى لحد اليوم الخامس. طب ايه الفرق بقى باليوم الثاني والثالث والخامس؟ امتى؟ يعني امتى انقل الست الاجنه؟ في اليوم الثاني ثالث او يوم خامس. بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ لما يكون عندي اجنه قليله، هما اثنين او ثلاثه بالكثير، مش هستنى خامس، انا عندي العدد قليل. فالانتظار بره مش حلو مش مريح بالنسبه لي. ليه؟ لان انا بحط الاجنه دي جوه حضانه. الرحم حضانه طبيعيه. تمام. بطبيعه الحال الحضانه الرحم اللي هو حضانه طبيعيه ده اكثر دقه من اي حضانه خارجيه. لا شك. طيب. فبالتالي انا ما بطولش قوي لما يكون عندي اجنه قليله. طب امتى اطول؟ اطول لما يكون عندي اجنه عدد كويس، فببدا ان هو ثالث رابع خامس براحتي شويه. يعني عندي اجنه كتيره فمش فارقه بالنسبه لي ان انا استنى، لان كل ما بيعدي يوم كل ما اجنه بتبقى اكثر منه واجنه ثانيه ما بتكبرش. فببدا اتخير عند اليوم الخامس لما يكون عندي عدد كافي من الاجنه، اتخير الاجنه اللي هي الاكثر جوده. فبنبدا ان احنا نتعامل معاها في اليوم الخامس غالبا يعني. من اليوم الخامس. فده الفرق بقى بين نقل اجنه اليوم الثالث. طب اقصى وقت كام يوم؟ اقصى. لا ما فيش، هو الخامس يعني احنا متوقفين على الميديا. اليوم الخامس. متوقفين بنتوقف على الميديا الموجوده اللي هي الماده المغذيه للاجنه، فبالتالي ما اقدرش هم اللي حصل لحد خامس بدايه سادس ده كتيره. ما عندناش اكتر من كده. معايا؟ وزي ما قلت لي كده يعني دايما قرار النقل الاجنه متوقف على هل الجنين ده بره الرحم هيبقى ظروفه احسن ولا جوه الرحم ظروفه احسن. لو عندي عدد قليل يبقى انا باخد اليوم القليل باخد الثالث بحقن يعني بنقل الاجنه بدري على اليوم الثالث. عندي اجنه كتير يبقى انا عايز اتخير، طب انا هختار منهم ازاي؟ بسيبهم شويه اليوم الرابع اليوم الخامس بحيث ابدا اتخير منهم ايه اللي وصل بشكل جيد لحد اليوم الخامس وببدا اختار منه الاحسن طبعا. الاجود يعني في كاركتر كده بيبقى الدكتور المعمل بينقي على اساسه الشكل الجنين واذا كان في بعض التحدلات في كيس الجنين نفسه او لا، يعني في كذا صفه بنختار على اساسها. دكتور ونبدأ المعمل اللي بيحدد مع دكتور النساء. مع دكتور النساء. مع دكتور النساء بياخدوا راي بعض. هنقل كام جنين متوقف على نقل الاجنه العدد بتاعها حسب السن. كل ما يكون السن صغير ينقل جنين واحد يا اثنين ما كترش. كل ما السن يكبر عند مثلا 40 سنه ممكن انقل ثلاث اجنه اربع اجنه. فالعدد هنا متوقف على السن بتاع الزوجه. يبقى اذا الايام متوقف على عدد الاجنه. عندي عدد كبير بسيبه اليوم الخامس واختار منه، عندي عدد قليل بنقل في اليوم الثاني ثالث مش فارقه. افرض عندي جنين واحد
يبقى بعد 24 ساعه ممكن انقله، ما عنديش مشكله. اذا عندي في فاريشنز او في اختلاف من في نقل الاجنه اليوم الثاني الثالث رابع خامس معايا، وبرضه حسب عدد الاجنه كل ما يكون كتير كل ما اسيبهم اكتر بره شويه، كل ما يكون السن صغير كل ما انقل قليل، لان طبعا لما تكون واحده هنقل لها ثلاث اجنه صغيره وتحبل في ثلاثه تبقى مشكله، انا ما خدمتهاش خالص. يعني تحبل في ثلاثه دي تبقى ايه؟ يعني تبقى من الحاجات المشاكل الطبيه اللي هي ما بنلحقش عليها بقى، مش مظبوط حاجه، مش ميزه خالص. طيب. يعني بعض الناس بيطلعوا يصوروا وشايل ثلاث عيال، يعني يا ابني ايه ده مشكله. دي على فكره بتبقى جريمه في الدول الاوروبيه والامريكيه، ان واحد يحبل في ثلاثه بتبقى جريمه، بياخدوا الدكتور يحاسبوه. جريمه طبعا، جريمه، ان بتبقى بهدله بهدله بهدله، ما عمرها ما بتكمل تاسع، النسبه نادره جدا، فبالتالي بقى نسبه دخول ولاده مبكره ودخول حضانه وتكلفه ماديه على الام او على الدوله، فبتبقى مشاكل كتير. ده بعالجها ان انا انقل اجنه عددها مناسب لسن السيده. بنشكر دكتور فهمي احمد رمضان على وجوده معانا، وانتظرونا مع دكتور فهمي احمد رمضان في حلقه جديده. انتظرونا في الفقره القادمه. نتكلم النهارده عن موضوع يعني بسيط وفي نفس الوقت مهم جدا، هو موضوع نقل الاجنه، نقل الاجنه بعد موضوع تاخر الحمل، او لو في مشكله بتعوق ان احنا يحصل حمل تلقائي بنضطر نعمل حقن مجهري. حقن مجهري يعني ايه؟ يعني بيدي تنشيط للزوجه بحيث تكون عدد كبير من البويضات، وفي نفس الوقت ناخد السائل المنوي بتاع الزوج ونبدا نحقن الحيوات المنوية بتاعت الزوج في بويضات الزوجة. ده في المعمل عن طريق ميكروسكوب انفيرتد أو ميكروسكوب إلكتروني، بحيث بعد موضوع الحقن بننتظر ونطمن على موضوع تكوين الأجنة. تكونت أجنة ممكن ننقل في اليوم الثالث أو اليوم الخامس حسب ظروف العدد بتاع البويضات وحسب جودة البويضات وجودة الأجنة اللي بتخرج بعد كده وحسب عددها. كل ما يبقى عندي عدد اكبر كل ما يتيح ليا ان انا اخر لحد اليوم الخامس، بحيث ان انا عندي اختيار افضل في موضوع نقل الاجنه. موضوع النقل موضوع بسيط بس موضوع مهم جدا، لان هما لو ما تمش بشكل جيد يبقى كل القصه دي بتروح مننا، يعني كل المجهود اللي قبل كده بيروح على الفاضي. بنطمن الزوجة انها تبقى اعصابها هادية بقدر الامكان، ما تكونش متوترة، لان اي توتر بينعكس على الرحم وهدوءه، ممكن يعمل انقباضات. معنى الانقباض بالنسبة للرحم اثناء نقل الاجنة معنى كده فشل العملية.